السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم خير ونور وسرور. صباحكم أبوي قاهري، صباحكم أبوي مصراوي، صباحكم أبوي خوما. مصبح اليوم علينا في القاهرة الحبيبة، الجو اليوم موخم تبارك الرحمن، غيوم والدنيا ملتاصة غيب. رمسوني جماعة، أقولكم أمس من فندق النوفوتيل، سوفوتيل هاي يسمونه، الاول كان اسمه شيراتون الجزيره. هذا يا ما عيت وامطرت، يا ما احتضن بين جنباته، كل من طالت قامته وطال عقصه. اي نعم، ويالت الواد وصالت وغنت وانقزت على كراع. نعم، اقول كما يمدحون مطعم شاهد هناك، يقولوا لي ليتك يا ابو محمد تتريق فيه. ريوقنا شو ريوقكم؟ شو اللي يميزه؟ قالوا يميع الفول والطعم. قلت هذه هاي يوم يقول خط انت تقراه الياده، شو ريوقكم؟ الريوق معروف، فول وطعميه وبيض وبيض وطماط وشكشوكه وجبن يعني الحمد لله هذه الريجات. الريوق ما بيختلف من دا من بق علينا اخرى، بالاخص الدول هذه شرق وغرب وعندك ودونك. نحن غير ريجاتنا اللهم لك الحمد، وكل يعني عنده اختلاف ثقافات الاكل، اختلاف ثقافات حتى نحن في بلادنا. كل خدمة لها، كل بيت يتميز بخدمته، كل بيت يتميز. البيت الفلاني خدمته الخدمة الفلانية مميزة عندهم، ويمتازون بالشيء الفلاني، والبيت الفلاني كذا الأمثال، والفريج الفلاني كذا الأمثال. يعني لو ما اختلاف الأذواق لبارة السلع، يعني هي أذواق لا أكثر ولا أقل، أذواق وشطارة. كل حد يبدع في خدمته ويبدع في طريقة شواي أو طريقة شوي أو طريقة الطبخ أو طريقة، يعني يا عيال الحلال. بس بنا من سخلاف عادي اليوم عاد، الله أعلم البرنامج كيف يكون، الله أعلم البرنامج. أنا من أي مصر ترى ما أحب أسير مولات العرب. وين ساير مول العرب؟ جايين من ما أدري شو هذاك يسمونه، سيتي ستار وشرق ستار، افغانستان، ما يخلون بقعه. انا هذا الطريق، هذا الطريق احب هذا المشي هاي لين اوصل هناك اخر الدنيا ورد جاي. امس وصلت لين الفيرمونت اللي هناك، ما يندرى بكم كيلو هذا، ولف قيطن الدنيا. الدنيا هاي كلها مشي. اليوم الله اعلم بي وين بسير عاد. احنا تريا محمد بنسير ننزل نتريق وخلاف بنظهر، العلم عند الله على ظهرتنا. بنصلي الظهر وبنظهر، ما حولنا ظهر قبل الظهر. اي نعم، ما حولنا ظهر قبل الظهر، ما حولنا ظهر. غرب الله تحسهم هذاك الحين تحت وانا في الدور اللي بتشبد السماء، وحسه يا رمى سربيع ابو خيب. شفتوا بلا عوان تشفى حين هذا صفك تشفن بشف خيبه. انا ابوك كافه يديك كربت فحال. اكيد الموقع والمكان معروف، بس ما يبالي كلام، باقي الاشياء كلها معروفه. صباحكم خير ونور وسرور. اي والله يا الله يا الويش، قال يفن هو يطلع الشر ولا يعاد. ايش اسوي عاد؟ هذا حمدون وهذا خلاجينه، ايش بسوي البنادم؟ اموري طيبه وكل شيء زين. وياسين على والاخ محمد متريق وخمخمنا الدنيا كلها، وما في شيء يعني جدير بالذكر. القشطة والزيتون والعسل والعقة والفول، ولا لا 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 كل شيء. وتريقنا وعينا من الله خير، وحين محسن على وصوله بنصلي وبنظهر إن شاء الله. عاد وين بنسير وين بني؟ العلم عند الله. يقول محمد يبان نتمشى اليوم. تبون نحن كل يوم نتمشى؟ حبونا ما نسير حديقة وما أدري شو، سيروا الهرم وسير ما فينا. أبوكم للناس تسير الهرم وتسير المتحف، أبوي أنا لا أحب أسير متحف ولا في على المتاحف ولا في على الصدع وعلى الديانة. أبوي أنا أبوي إنسان أحب أكل هواية على ريول يمشي وسير واتفري، ولا في أبوي على المتاحف ولا ألبس ثوب. ترى الثوب اللي ما بثوبك يتعك، الثوب اللي ما بثوبك يتعك. أنا ما في على المتاحف، ما في أسكن أني أسير متاحف، ما لي بارط، ما أدري منو هذاك. والعام سرت وضجت ما صدق، كني داخل معشرة والله، كني داخل مقبرة. هذا ما أدري من وفخاتون، وهذا حلومتون، وهذا
سلومتون وكلهم قومتون ولا فيها حيوان حلا. وهاي القطع شابه شيء خصني شيء خصني في بلادي بسير، بلاد غيري لا سير ولا عندي خبر أسكن. للناس اللي من غير يوم بيسيرون البلاد الفلانية والعلانية ساروا المتاحف وساروا ما أدري وين وساروا ما أدري، إن شاء الله حادني والله ما شيء كالف. أنا عندي التيم ما شيء يغلى عنه، أغلى شيء عندي في حياتي هو الوقت. الوقت أنا أبوي ما أحب أفرط به، أريد أعيش بطوله وعرضه كل لحظة فيه من يوم خلجت قبل السناب وقبل عصر السناب وقبل ما يستوي السناب وقبل ما يطيح السناب. حياتي أبوي أنا أحب أضحك وسولف، أنا ما في أبوي أسير أسوي لي معدة من زق سبال، معدة من زق سبال. واحد بيمتعد من لحم ضبي، بيمتعد من فاكهة معينة، بيمتعد زق سبال واكل منه 40 كيلو. زق سبال اللي هو السوداني، يعني السوداني يسمونه فول السوداني، يقول والله فلان سوي له معدة من زق سبال ما يستوي، بس سوي لك معدة، سوي لك معدة من شيء يسوى. علي الجيمة أترجم معنى كلمة زق السبال إنه باللهجة، من لهجتنا، من ما يخص بيقولوا ليش عممت، من لهجتي أنا، زين لهجتي أنا إنه يعني زق السبال أو يسمونه، أو الناس اللي من غير يسمونه فول سوداني، اللي هو الفول السوداني. شيء له اسم غير فول سوداني؟ فول سوداني اللي هو يسمونه منها البينت بتر. هذا حد يقولك والله، واحد يقول يعني سبب التوصيف إنه فلان سوى حق عمره معدة من زق سبال، إني يعني سوى حق عمره قال كلام وصدع وديانة من لا شيء، يعني شيء ما يرزق. فأنا أبوي ما في يسير أضيع وقتي لأجل يقولون إني سرت متحف، هاي إلهم ما يقولون، وأنا سالم على عمري وأنتوا سالمين. يلا أي أحداث فيها بتسوي شيء جريب في أبو ظبي، شيء عجلة فنانة كل سنتي يستوي أبوي حدث في أبو ظبي تاريخ 17 في أرض المعارض، في أرض المعارض بيستوي شيء حدث تاريخي كل سنة يستوي. يجون ضيوف عزاز على قلوبنا من المغرب الحبيب، يستوي المعرض الفنون التشكيلية والفنون الحرفية والأزياء المغربية، كل هذا في أرض المعارض في شنتي أبو ظبي تاريخ 17. الحاضر يعلم الغايب، شيء لا صار ولا استوى، في منتهى الروعة، قمة في الروعة وفي الأداء، كل سنة أحسن عن سنة، كل سنة غادي أكبر وأرتب وأجمل، والحمد لله رب العالمين، شيء جميل. هذا حين شو اللي أسويه؟ أسوي سندويش حق محسن، عبارة عن بتنجان مقلي زين، وبيض زين، حبة شو اسمها فلافل، وعليه طعمية. هذا على ما تشوف، هذا أبوي كله حق محسن. هذا أبوي يقول بيض طماطم، لا ما شيء طماطم ترى، هذا سندويش واحد. ابتكار ثاني شو عادة بخبركم، هذا الحزادة منها، هاي حق محسن زين. هذا عاد الابتكار الثاني بنحط له، الله يحفظكم، فطير بشلتت خيبة، كعكة فطير، كعكة فطير، كعكة فطير، حط له قشطة، ايه بنحط القشطة كلها له. قشطة ما ياكل منها الا الملوك هاي. وحين محسن بيغير تغيير، ها ويا عسل، عسل ابيض وحلاوة زيادة، اللادة يعود زال اللادة، ايوه هذا بكل حق محسن. في عرس ما ماكل هالنمون، اي نعم. سندويشين احنا نطويهن ونشلهن محسن، هذا واحد ايوه، وهذا تصور حين انت ايه، وهذا الثاني نزيد وحده فلافل هنا ايش حبه، نزيد وحده ايه، وبعد وحده هنا يستاهل يستاهل، وبعد وحده ها ثلاث ايوه. هذا ابوي كل حق نو حق محسن، هذا ريوقه وغداه، هذا هو غداها وهو عشاها على ما قالوا،
على ما تشوف. شف الناس شفيه. من عقب هذا أبوي يدور لذا ما بياكل 15 يوم بيلتج بطنه. الله يبوك الباح. من أول تلباح عقب زور قيل رمت تحته. شفان ورقم واحد ما تشوف. يلا واحد عطى بعد اجين بعد بعد لا عق حط التليفون لا حط التليفون يلا بنطرش حق خالد الحين لا يلا. حط التليفون بنطرش حق خالد حط التليفون يلا ورني لا بعد عمي صلاح تعال جاي يلا البارحة يوم ميت البارحة يوم ميت من وقت تريقت وتفزرت وسولفنا وضحكنا اليوم ايوه اليوم عادي يبنى لك سفري الحمد لله شو رايك؟ يبنى لك سندويتش طعمية وفول وبيض بتنقل مالي طعمية وفول هي طب لا إلك طعمية وفول لا زين يبنى لك بعد شوه الثاني بتدعم انت والثاني يبنى لك قشطة بلدي لا ينوم شو هاك اللي وياها هاك الخبز اللي هاك فطير من شلتت فطير من شلتت هي فطير ليه فول وطعمية شو تبع فول زعفران مش عايزين فول خالص فول طعمية ولا شباب منك محسن هذا الله يحفظكم من بعد شو بعد شو بعد الفطير المشلتت اللي بالخبز ايه رأيك على قلب ها شو رأيك في الرقدة الحمد لله رقدة زينة؟ رقدة زينة؟ نص ساعة بس هي لكن رقدة شو هذه؟ رقدة الفطير المشلتت بالقشطة اللي بالعيش البلدي وبالعسل وبالمربى هي والساندويتش الثاني اللي هو يسمونها رقدة شو؟ رقدة البيض بالفول والطعمية والبتنجان المقلي بالشو؟ بالفطير بالعيش البلدي خلاص زليتنا بالساندويتش لكن رقدة رقدة هذا يا بير هاي يسمون السندويش الرقاد يلا في العافية إن شاء الله في العافية بالعافية عليك الله أي كده بسم الله أبغي أسافر مصر مشتاق للقاهرة عندي جواز السفر ومزود بتذكرة هي يا أبو محمد ودنا مصر وياك مرة ثانية ودنا يوم بتروح أبو محمد نحن متعنين يا إيلانتا عشان أكل كريم كرم الله عاد بنشوف الحين مسمينا كريم كرمل أبو محمد اسميه كريم كرمل غاوي صراحة غاوي مرة من الآخر بس عادة أقول تمكوت على يموت ولا عقولتك صراحة تقول على ما شيء بس شي شوية يعني على الخاطر بس عند 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 عند, عند مرة بس وخلص لكنه غاوي بعد الحين نصير هاك المطعم اللي طريقت فيه انت وابراهيم توفيق طبيعي ظهرنا الحين يمكن اظني لنا من ربع ساعة ولا نص ساعة من الفندق طرينا لين أدنا وصلينا وعينا من الله خير هذه المنطقة يسمونها المنيرة منير حي قديم حي قديم من الأحياء الكبيرة الشعبية يعني والله هم ما يعتبرون حي شعبي يعني عبارة حي المنيرة أظني ما يعتبر حي شعبي وسارين بنمشي موعدنا الساعة 5 نكون في مطعم معين اسمه فسحة سارين نتغدى في مطعم اسمه فسحة سمية فسحة سمية هذا مطعم راعيته حرمة الحرمة هذه الله يحفظكم مسوي المشروع كل يوم تطبخ ويبة وحدة الويب الوحدة هاي عبارة عن سلطة وشوربة وما أدري شو المهم نوع واحد من الأكل تفتح مطعمها الساعة 5 وتسكر الساعة 7 ساعتين بالضبط ما فوقهن زيادة ساعتين بالعدد من الساعة 5 لين الساعة 7 تفتح فلذلك ويوم الجمعة من 7 لين 9 كل الأيام من 5 لين 7 بس يوم الجمعة من 7 إلى 9 فقط لا غير
حجز ما شيء عندها، هي ما تصير بالحجز. اللي يجي يجلس قبل مطيعم صغيروني، مبعود مطيعم صغيروني، يعني تقريبا شبه مطعم بلدي، لكن العالم كلها بويتيها وماخذ شهرة كبيرة بين وسيط بين الـ بين الـ عند بين المصريين اللي هم يعني مغتربين في الغربة ويعرفون ويون يبون الأكل الصح في مصر. فلذلك المطعم اسمه فسحة سمية. فسحة سمية يعني معناته مثل عندنا كلمة ليوان، ليوان هو فسحة سمية. يحافظ على البط والوز والديك الرومي، يا سلام سلم. زين، ففسحة سمية عندهم في الفسحة هي يعني عبارة ليوان، فهي مسوية مطبخ مطعمها على أساس أنه ليوان، وهي روحها لي تطبخ، هي لي تطبخ روحها، ما حد يطبخ وياها. وكان عيالها ونحن خاطفين ظاهرين من المطعم أولاد شلبي، خطفنا جداها وشفت وسلمت عليها. حرمة خيرة والله، أي ودية تستثمرها. وبس سلمت عليها وقلنا لها إن شاء الله باكر بني نتغدى عندك. قالت لي حياكم الله. قالت عاد ما أضمن لكم مكان، وكل ما هي مرحبانية بطريقة ما تخيلوا. قالت لي عاد لا تحرجوني، اللي بيجي لازم يجي ويبض سيد، ما عندها يعني مش حجز ولا ابو حجز. بتشوفون انتوا الحين ان شاء الله اذا الله راد الحين بنوصل، بصور لكم الهس، بصور لكم المكان، وبتشوفون اللي نحن سايرين عسبه شيء جميل، يعني شيء ملفت للنظر، مكان يستاهل العنوه. للي يحب البساطه، للي يحب البساطه ويحب يحب حياه المصريين، لكن اللي ما له رغبه انه يغذي انسان سلس، هذا عاد لو بيرمس من دبة حياته. هذا سوق تشوفونه، هذا وهذا ضريح زغلول، ضريح سعد زغلول، قبره. ها قبر وين مدفون يعني، وين دافنينه هو وهم حسن، ها شلايله. ها ضريح سعد زغلول، ما يندرى بعد هل هو موجود لين اليوم ولا انشل، الله اعلم به، لكن موجود اكيد انه موجود. شو يشلون فيه؟ احنا داخلين على منطقه اسمها منطقه عابدين، وسايرين فين هالخناخيش وهالحواري وشرق وغرب، يعني لين نوصل مطعمنا اللي نحن نباه. عقب نتغدى برد بعدنا نكس لين فندقنا. وخلاف بنسير الله يحفظكم، نشوف برنامجنا وين بيودينا. العلم عندك اتوقع 90% ان نحن ناويين نسير اليوم الكربه، كربه مصر الجديده. مصر الجديده منطقه كلها قصور قديمه وداثره، واول ما استوت مصر وفللها والناس يعني غير المنطقه. منطقه مصر القديمه كبشر الكواليتي مالهم، مصر الجديده قصدي، الكواليتي مالهم يختلف عن كل حد من المصريين. طريقة عيشهم وكيف عايشين وبنيانهم وبيوتهم، يعني كل بلد ولها طريقة، كل منطقة ولها خصوصية، كل حارة ولها حليلها السيارة، وكل منطقة ولها يعني خصوصية وطريقة في البنيان وطريقة العيشة في ترتيب كافيهات ومطاعم وترصيص البيوت، كيف البيوت مرصصة، هذا يعني يختلف من بيت إلى آخر، من منطقة إلى أخرى تختلف. فعيشة مصر جميلة، أنا أحبها، أنا أحبها يعني من لأني أنا أي مصر من السبعينات والثمانينات، ما تخط سنة الأول أيها يمكن في السنة 3-4 وديات أي، والحين أي يمكن في السنة ودي لوديتين. وتعيبني البلاد، أنا تعيبني وأنبسط فيها، ويعيبني أمشي. ها على ما تشوفون هالمشي، أربعي قدامي وسوالف وضحك وعندك وأشل وياي قوم محسن، والأول هذاك اللي ما ينطرق عقب العين ما شافته. وبس وهاي السالفة، أم هذا أبوها يقولك سلم الخدامين وسلم الخدامين، هذا ها
يكون خارجي. هذا في كل بناية شيء سلم يسمونه سلم الخدامين، هذا يظهرون يصيرون ويون من العمالة اللي في البنايات. وهاي من المعلومات اللي خبرتكم عنها عن بالنسبة للمصر من هالشارع. هذا اللي يابنا من وين فندقنا، سكة ورا سكة وسكة ورا سكة، ظهرنا هالمكان. هاي الميدان اسمه ميدان الفلكي، هذا الميدان الفلكي من الميادين المعروفة عندهم. هاي عبارة واجهة منطقة، هذا مفرق، هذا يوديك السيدة، وهذاك يوديك شارع عبدين، والطرف هذاك يوديك التحرير، وهذا يوديك العتبة. يعني طرق، يعني مفرق طرق. البناية هاي روحها عجبة، النص اللي تحت زي الأولي القديم، والنص اللي فوق حديث، يعني شابتين زيد ويعبيد. هذا مبنى طوله طوله أربع عرض، هذا مبنى المباني القديم، هذا اسمه سوق باب اللو. سمعتوا سوق باب اللو؟ هذا سوق باب اللو، مال اللحم والدياي والقفاصة داخل. يعني شارع هدى شعراوي، وهذا هو المطعم اللي خبرناكم عنه اللي، وهذا المنيو مالها اليوم. غداها فتة سوري، فراخ هندي، بطاطس محشية، كبدة فراخ بالدبس الرمان، وسلطة ما أدري شو تحت هذاك بالإنجليزي، على ما أدري شو كاتب تبنه. هذا ترتيبها، هم طيعن يعني يمكن طوله عرضه أظني 6 متر ب5 متر. مطعمها هاي اللي تشوفونه، هاي البنايات القديمة، يعني في نص فريج، في نص فريج. دخلت توني رمستها، قالت لي بعدكم نص ساعة تبتدي الشغل. الحين عيالهم حاضرين، هي وعيالها أظني اثنين أظني، وحرمة ولدها وهي وعيالها باثنين، وناس طيبين يعني. فمسوين مثل مشروع عائلي، والمشروع العائلي هذا والله وايد ناجح ما شاء الله تبارك الرحمن. نفس الأفكار اللي نحن عندنا، مشاريع منزلية، لكن هاو طوروا إلى أن وصل مرحلة مطعم عليه ساير وياي، عليه عرب تسير وتي عليه. الفكهاني على نصية الشارع، هذا أبو يطرون الفكهاني على نصية الشارع. إيه نعم، وما زيل للمكان. الشيء اللي أنا أحبها في مصر، على كل ناصية تلقطها اللي يبيعون الورد. هاي على اليسار واحد زين، وعلى اليمين واحد، فما يتعاي ما تتعاي وين بتيب الورد يوم بتسير على حد ولوشياته، ورا مع الصيدلية، ورا الطرف هذاك بقهوة، ومناك مقهابة. يعني شو بقولكم، حيا والله حيا. أنا ما صرت عيبني هاي الأشياء. هذا مبنى وزارة الأوقاف اللي تشوفونه، مبنى وزارة الأوقاف. يا لحسن أبوي على القهوة البلدي، ومتري الموعد الساعة 5 تفتح هي. هاي اللي هو المطعم، مطعم سمية، فسحة سمية الساعة 5 يفتحون. أنا بدأ ما نسمع عرعر، بنتريع في المقهى هذه. هم يسمع اللي بيدوخ اللي وما بيشو يعني. تعال عمي خالد، قرب باريس، تعال نطلع نمشي وصب القهوة. يا حياك. أول طاولة تدخل طاولتنا نحن، هن كلهن تقريبا ما يقارب طاولتين، 5 طاولات 6 طاولات، واحدة هنتي 7 طاولات. وهذا مطعمها، ثامن آخر. وهذه هي ويني عادة خوفهم تبين، هذه هي التو، هاي هي اللي بتشوفونها، هاي هي رعية المطعم، هاي تظني حرمة ولدها، هاي هي رعية المطعم. شو اسمها؟ فسحة سمية. أظني هاي سمية، هاي اللي تم صورتكم، هاي هي سمية. وطلبنا الأكل، عندهم 3 أو 4 نمونات أكل. قلنا هم يبونا من كل شيء اثنين ولا واحد بس. أول ما يبوا هالبطاطا المحشية، لحمة مفرومة، سلطة بلدي. هذا صحن يسمونه فتة سوري، فتة سورية.
هذا على قولته فراخ هندي. فراخ هندي. هاي كبدة بدبس الرمان. كبدة بدبس الرمان قال إيه. وهذا أكلهم. أكل بسيط. وروحها قالت أنتوا طلبتوا وايد. أنا أفضل أنكم أن ما ننزل اللي طلبتوه كله. كله هذا. وإن بغيتوا زيادة بنزيدكم. بنزيدكم. فرايها كان صائب وزين. جزاها الله خير. مدام سمية ازيك؟ انا الحمد لله كويسة يا استاذ خالد. ولو سمحت احنا بنتكلم دلوقتي في عقاب هيحصل على البطاطس اللي محطوطة قدامك ما خلصتش. وطلبنا فراخ. يعني لا. طلبنا فراخ زيادة مع ان في بطاطس محطوطة. لا لكن كلنا كل زين. ها فضل من الله سبحانه وتعالى. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كان ممكن نطلب واحد بطاطس واثنين فراخ. احنا اكيلة. يا رب ما بقى واضح. لا اكيلة. واضح. شكرا يا مدام سمية. شكرا. زين الله يرحم والديك. يا مدام بدي اقول لك هالاولاد من هذه المجموعة اللي معاكم. يعني هذا الولد ابني. اها هذا. وهذا ابن الروحي اخوه. الله يبارك فيك. والبنية هاي دي الصغننة دي المساعدة بتاعتي. اي ما شاء الله الله يحفظك. مشروع احنا جميل. احنا بنتكلم من الاكل. في الاطباق اللي فضلة على الكرابيز. كله حيتاكل. كله حيتاكل. خلص الفتح تاكل. المهم شكرا جزيلا مدام. تاكل احنا طلبنا زيادة. صحة وعافية. شكرا يا مدام خلود. نعم ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله. شكرا مدام. ربنا يبارك فيك. شكرا عشان افرق لك التمر. ماشي يزاك الله. يسعد لك باسمك. يزاك الله خير. هذا دفعت عن اختي حصة. الصحة والعافية. يا رب يكرمكم ربنا من عافية. هي تتعالج في أمريكا. أوكي. وهذا دفعت بلا عنها. ماشي حبيبي تسلمي وربنا يبارك فيك. شكرا. خلاص الأكل إن شاء الله. مدام سمية هذا من داخل. هي روحها اللي تطبخ. هي روحها اللي تشرف. وهي اللي ترتب كل شيء. هاجي ديراتها روحها تطبخ. مشكورة يا مدام. شكرا شكرا على حسن الضيافة. بارك الله فيك. الأكل أكل مصري. الأكل أكل مصري زين. الأكل العادي يعني الأكل المصريين اللي فيه محاشيهم ورز المصري يعني هذا هو أكلهم. يعني مش الأكل المسبك أو الأكل اللي فيه طبيخ ودمعة والأكل الغليظ هذا فيه. لا هذا الأكل الأكل عادي يعني شو بقولكم لكن أكل أوادم لكن مش إنه يعني ما شيء إنك تقول عنه وتوصف به العرب وتقولهم تعالوا وضروري ولا يفوتكم وما شيء شراته. أكل يعان بتصير بتتغدى ولا تتعشى وبتظهر لا أكثر ولا أقل يعني. طيب وصلت الرسالة. يعني لك العادي. يا ربي بس علي فهمتوا. سبحان الله جمال هالمبنى. شوف جماله كيف. قمنا في الروعة. تبارك الرحمن. هذا مبنى آخر بعد. بناية هاي. ياباني تاخذ العقل. هاي اللي تشوفونها عباره فله. هاي فله. ثلاث ادوار اكيد كانت العائله كبيره. يوم استوت الثوره هاي الاوليه مالت اللي في الخمسينات ما ادري الاربعينات ضاربوا عيالهم واحد صار شارق واحد صار غارب وما ادري شو واحد من عيالهم يجسم منشورات يحرض ما ادري كيف. ماش استوابه وما ادري وين ودوه وتنكلوه وتغربل وانسجن وتيود يوم ظهر عاد بلية حاسية. عازم يمشي ويرمس عمره. عازم يمشي ويرمس عمره. يلا شو محلها ما زينه بالله عليكم. شو الاثاث اللي فيه. شيء جميل. اثاث المصري ما شاء الله تبارك الله. فأقولكم آزم يمشي ويرمس عمره. شرات اللي ضربت إنها أم الديفان سمونها.
وابطا والله ابطا. عقب يوزوه هنديه، يوزوه هنديه وياب منها عيال، العيال عاد قبضوا البيت واللبوا لين حينه من كم من سنه وحاطين المستشفى اللي يسمونها العباسيه، وتام من هاك الان لين هالان في كف من حسن الله يرحم من يرحمه. نعم وعياله عرسه ويابوا عيال، ولا حتى حد يوايج عليه منهم، ما واحد منهم يوايج عليه سلام الله، ما حد يرد عليه، وخلوه في هاك المعزل لين يومكم هذا. واحد من احفاده تميه يوم عرفوا عنه امه وابوه قاطعوه، الاول عنده سياره سوزاكي مطوا حتى السياره عنه، هددوه قبل هذا التهديد وازموا ما يعطون مصروف، ودي وديتين ثلاث. عقب ابوي هو يحب اليد نش ابوي خلاف واصر انه يتم واصل اليد ايه، وخلاف ابوي مطوا عن السياره السوزاكي تنبل اياها. نحن عاد الحين راح يحفظكم في ميدان التحرير. واحنا جايين ابو الشارع هذا، احنا كنا هنا وحينا وين بنسير فندقنا بنصلي، وبنسير خلاف كربه اللي في مسل جديده. نعم وصلنا فندقنا، وحين متجهين ابوي الى اللوبي او الى الغرفه فوق، بنطالع شوف الاخبار والعلوم، بنشوف الهس، وبنصلي من عندنا الله خير، بنرد نظهر مثل ما قلت لكم. اقول لكم مثل ما تعرفون، ما صرت يجمع اللي ما تشوفها في البلاد تلقى اهلي حال زين. وجيت عاد منو راشد بن محمد بن القطري المزروعي. سنيده سلام عليك. عليك السلام يا مرحبا. شحالك الله يحفظك. طول عمرك شحالك. كيف انت؟ والله بخير. والله مليون مره سعيده طبعا. نحن اسعد الله يحفظك. هذا الفور سيزون يجمع الاولي ويجمع الثاني. نعم نعم. ما شاء الله. اقول لك منو حرمها لي وياك؟ هذه ماجده برسوم. منوها؟ ماجده برسوم صديقه، صرنا نعرف صحفيه من مصر. ما شاء الله، ازيك مدام؟ ازيك انت؟ الله يسلم، كيف حالك؟ انا تمام، انتم منورينا في بلدكم الثانيه مصر. الله يسلمك يا حبيبتي. انا بعتبر الامارات بلدي الثانيه. يعني الله يسلمك، ونحن نفس الشيء بعد. نعم؟ نحن نفس الشيء، مصر بلدنا الاول والثاني. متأكدة، لاني انا طول عمري متعوده اني لما بحب حد ابقى متاكده ان هو كمان بيحبني. ما شاء الله. بما اني بحبكم فلازم تحبوني. بارك الله فيك. وبعدين انا الامارات دي خدت مني رئيس. سنة؟ انت طبعا. كم سنة؟ 23 سنة من سنة 96. ما شاء الله، من زمان تعرفين بسنيدة؟ ده انا ما عرفتش البلد الا هو اللي عرفني بالبلد. يا من قبل متى؟ 96. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. والعلاقة عائلية والاشياء معدن. مش عايزة اقول لك احلى عيلة قابلتها في حياتي. يا سلام يا سلام بارك الله فيك. لا دي راشد انا مش بجملة. ايه انتوا انضف عيلة قابلتها في حياتي. شكرا شكرا. تستاهلون يا ابو سنيده. الله يسلمك. تطلع صورنا في اني جورنال عندك الاداب بتاع الاداب الايه الاهداف الاداب اقول لك من زمان تعرفون وياها. ايه من زمان. حرمه طيبه وايد. ها شكل زي القمر زي القمر زي القمر ما شاء الله. القمر لما اكتشفوه قربها لي كده اهو. ما تشوفين أم راشد الله يحفظكم، راشد بن القطري. نعم. في الماريا الغربية. صح. عدي بقعكم في الماريا من سنة 83 لين يومك هذا أنا ما طحت. شيء اختلاف ما أدري ما جيت ما الله كتب. أمس جيت سعيد بن محمد أخوك. ايه. وقال لي أنت رياك الماريا الحين تغيرت وايد. مثلا أول شيء هالماريا كلهم بنوا بيوت سبحان يعني بعضهم يعني بعضهم عندهم بيوت شعبية شيوخ من زمان وفروا، لكن في معظمهم بنهم هم يعني هي المحضر الوحيد في ليوة أكثر بناء خاص. بالله عليك. نعم ومزارع زينة وما أحسن خصوصا ماري لأن الشمال هاي في كم محضر فيها ليوة؟ ليوة فوق على علمي فوق 150 محضر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هل القرندة محضر؟ نعم محضر 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 150 محضر كلهم مأهولات ومسكونات ومبنايات كلهن كلهن كلهن. نعم
بس هل هن يروحون ويون؟ تعرف يروحون في الاجازات وهاي، وبعض يعني مثلا في الماريا عندنا في مواطنين ساكنين على طول سكنه. ايه ساكنين. ايوه سبحان الله. النخيل قبل في عندكم في الماري بالذات هنا نعم. في السحين ولا شيء اختلاف؟ نعم. شيتكم الواي جديد الاول دباس لا غير لا. دباس شيء جديد لا صار وايد جديد انواع شيء نجح وبعدين يعني تقدمت يعني النوعيه نعم النوعيه احسن صارت لان يابو من كل برا من كل الدول يابو انواع كثيره يعني وزرعناها ونجحت وكلنا وكل في الماريا في كل ليوة سبحان الله. لكن هاي بعد يعني الآن الدباس وهذا لازم يهتمون فيه المواطنين. ليش؟ لأنهم يعني تركوه أهملوا الدباس بالرغم من الدباس هاي من أحب نعم أحب نعم نخيل نعم إلى نعم لقلب كل إنسان نعم يعني من نخل ليوة الأصلي الأولي نعم اللي مش مهجن ولا عليه أي دخل. أذكر عزمنا الشيخ زايد في 78 نعم ويانا في ليوة هناك وطلب منا دباس شيء تمر دباس قلنا نعم موجود ويبنا له وايد عيب وكل منه فقال اهتموا بالدباس سبحان الله الشيخ زايد قال اهتموا بالدباس يعلها الجنة بس الحين هم حصلوا أنواع أحسن أو أجيد وقاموا يزرعونهن فأهملوا الدباس بس يعني أنا عندي فوق 500 دباسة في مزرعة واحدة نعم زرعنا تبارك الرحمن الله ييسر أمورك يا بسم آمين الله يسلمك سنيدة وخلاك من دغالي عيد السالفة اللي توك عدت تاكلها أقول لها ماجدة هي ماجدة هذه ماجدة برسوم هي قبل يمكن 15 سنة نعم عندها ولد تخرج من الجامعة هي وقالت لي أنا أبغاك تشغلها في الإمارات ويبنا في الإمارات وشغلناها في محلاتنا في دون زين واشتغل عندنا حوالي 3-4 سنوات شو شغلتوا؟ شغلنا في المبيعات زين وشاف كان في لندن عمل ماستر في الريتيل وشاف كيف نحن نشتغل وكيف طريقتنا الشغل وفي اسمه وكيف المبيعات في اسمه انا مستنيه ترك عشان ترك وراح وسوى شركه الحين ينافسنا شوف انت اقول لك هذا صح؟ لا ما بصح هذا يعني قلنا له شقش هي نعم لا 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 اكيد مش صح مدام بص بقى اسمع القصه الحقيقيه قصه صار انه بيحبك على فكره ايه يلا كمل القصه الحقيقيه اتكلم احنا بص بقى ابني طلع بعد ما اتعلم في لندن سنتين وخد ماسترز نعم كلمني قال لي مامي لا يمكن ارجع اعيش في مصر يا نهار ابوك اسود ليه مالها مصر الدنيا قال لي معلش انت بقى لك كام سنه بتروحي الامارات والكونكتد تكلمي عنها احلى كلام انا عايز اعيش في الامارات طبعا انا بالنسبه لي الامارات دي زي مصر قد ايه انا ضحيت ان ابني ما يبقاش جنبي في سبيل حبي للامارات المهم سافرت ما في سبيل ان ولد يسوي بزنس ويكد على عمره لا ده مكافح يعني ده يعني فايتر احنا دافنين سوا يا مدام لا 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 ده شيء معلش يعني اوكي المهم راح اشتغل مع راشد في واحد طلع دين امه من عند راشد اجنبي عند قوم راشد يكلمني ماجد يقول لي مامي انا عمري ما عايز اشيب الشيخ راشد بس الراجل ده مش مخليني اشتغل التاني بقى عباره عن واحد فيري ارجنت وعايز الحاجه اللي هو عايزها بصرف النظر اذا كانت بتصب عنده فيجن وراشد فنش فنشه بس ما سمعش ابني انا فجي مره 2-3 قال لهم باي باي ما هو حرق دم ده حرق دم حضرتك شكرا يا نهى طبعا كرهتيني يا جميله يلا يلا قولك شو امور هيا يسقل لي هذا ابوي الشيء تو جاينا بوكيه ورد صليج وغادي غير نمونه من زينة هذا البوكيه جاينا من اخي ومديري الاولي مديري الاول في الشغل من ابو عبد الله اخوي يوسف الخوري بارك الله فيه هو في ابو ظبي وانا في القاهره ويتنا ابوي وفالته عبر صاحب صديج وصلها المهم لين القرفه عندنا الفال عباره عن حلويات شرقيه من هذا المحل الحلاوه عباره عن هاللي تشوفونه
بسبوسة وكنافة وما أدري شو والأشياء هذه كلها. وهاي كيكة إهداء من يوسف الخوري أبو عبد الله، مشكور يا أبو عبد الله. هذا نوع، هذا نوع آخر حلاوة، وهذا نوع بعد آخر. أيوة حب نفتحه زين. وهذا بعد نوع بعد من قير، وهذا نوع من قير. شو بقولكم؟ ماشي تم ما طرشه، ماشي تم. افتح هذا محسن، هذا بعد نوع من انواع كوكيز بعد. وهذا اظني ميني برجرز، هذا برجر انواع واشكال. وهذا شو اسمهم، غريبه وبقلاوه ما ادري شو. وايد ما تم شيء ما طرشه، ما تم شيء ما طرشه. السحوح شيء محشي شيء ما ادري شو، هذا ما ادري شو. واه مطاطير عصير مانجا، مشكور يا ابو عبد الله، مشكور مشكور يا ابو عبد الله، الا ما ندوق حزنك. مشكور مشكور. وصلنا بارك الله فيكم مصر الجديدة، وهذه مصر الجديدة، وهذا بنيانها، وهاي بناياتها. وها هلا ما تشوفون الشوارع واسعة، فرق السماء عن الأرض عن عن المكان اللي نحن ساكنين فيه. المنطقة هاي مميزة زيادة عن اللزوم، مميزة مميزة ببنيانها، بناسها، بطريقة مطاعمها، بطريقة الناس اللي فيها، حتى طريقة مخاطبتكم للشخص الآخر تختلف. يعني كل شيء فيها غير، ما كأنك في كأنك في مصر اللي نحن نشوفهم في التلفزيونات، كأنك في مصر اللي تشوفهم في التلفزيونات. عاد على محمصة هاي الساعة وصينا الجماعة يبون قهوة، قهوة من محمصة معينة جيناها في مصر الجديدة واخذناها. وحين وانت هناك اسوي لك القهوة اللي انت تباها. ايه الحين هاي القهوة انا مانو، وهاي ربو الجماعة ثلاثتكم يبون قهاويهم سادة. محسن اول شيء طلب سادة، ويا حق الرجال وقال لي لا والله انا ابغي مانو مثل خالد. مانو يعني سكر على الريحه، سكرها خفيف. وعزرت عليه قلت لا تسوي له ولا عندك خبر، ادبه الانسان بعدين ما يستقر على رايه شو خانته. ادمي لازم خير ان شاء الله. تتكلم عني الحين كل انت وين كيف تعرف مالتي انا؟ كيف تعرف قهوتي فين؟ بص يا فندم، ديت المونو ودول مظبوط. عرفت المانو زي الوقت عشان ديت انا معلمها بدي. ايوه هي دي المانو مالتي انا بلي عروه. أيوة. قبل ما ندخل كربه، احنا الكربه هاك الاتجاه، هيج كربة نحن نمشي، لقتنا شيء مكتوب عليه دبي هاوس، دبي هاوس ودرواز كام مكبرها. ولقتنا هالريال، سلام عليكم، كيف حالك؟ المحل هذا اسمه دبي هاوس ليه؟ دبي هاوس ده يعتبر بيت، بيت الإمارات، يعني كل شيء عندنا إماراتي. شمعنا؟ كل شيء عندنا إماراتي، مأكولات ومشروبات إماراتية. زي إيه المأكولات؟ زي البلاليط، المكبوس، البرياني. الحلو ايه عندك اماراتي؟ الحلو عندي موجود، عندي في نقيمات، في عندي فرني، في ديبس كيك، في كيكة الفستق، في ايه تاني، كل شيء عندنا حلو. والله انت غريب، يعني انا روحي يعني بيني وبينكم استغربت ونحن خاطفين لقطنا مكتوب عليه بيت دبي هاوس. استغربت يعني ما تشوفون صورة حياد زايد، هاي الصورة بعيدة عليا، شوف اعتقد هذا الشيخ محمد بن راشد.
هو صور من الإمارات قديم، هذا دوار الساعة في دبي، ها برج برج الساعة أشياء جميلة. شو ما شاء الله هالمكان، هي علكم الجنة ونعيمها، شيء مشرف شيء جميل هالموقع اللي أنا فيه. وشوف شيء هذا حمامات، هذا داخل مطعم ترى، أيوة مطعم كبرى داخل والله عالم فيه. هذا خام مطعم دبي هاوس، هذا كل قاعدة هاي مالي حال. شوف حركة جميلة، حركة وايد حلوة. شوف نفس الطقم هذا كبير لكن ها صغيروني حق الصغارية. سبحانك يا رب، شيء جميل عليك. شوف الإبداع، شوف الإبداع الإماراتي، غزة مصر الجديدة. يعلك الجنة يا أبو خليفة، من أجمل الصور. ويحيى أم كلثوم، الله يغفر له ويغفر لها. ويحيى أنور السادات، عندهم القيمات، فرني، خبيصة، تمر بالطحين، حلويات عربية، اسكن هي يسدك انت الخبيص، يعني اشياءهم والله جميلة، يسدك الموقع، يعني موقعهم ما شاء الله، وديكورات اشياء والله وايد، اشياء تثلج الصدر. الله يوفجهم ويرزجهم ويعطيهم ان شاء الله على قد نياتهم. كل الانسان تعب في هالمشروع وشارك فيه، ما ادري بمنو ماله ولا اعرف منو ماله، كان لفت انتباهي الاسم، الله يوفجهم. شكرا يا كابتن، يا سلام عليكم. هالبنايات اللي تشوفونها من النوع القديم، تحس عمرك كانك جالس في العصور الوسطى، ولكنها مسوي لها صيانه ومعدله ومزينه، يعني شيء جميل، شيء جميل، شيء يثلج الصدر، شيء حلو، كأنك جالس عند البيوت المهراجة، شيء من سلاطين القدامى. اي والله هذه المباني بعد القديمة، نحن الحين في نص الكربة. البنيان هذا على اليمين وعلى اليسار، لكن أهم واحد فيهن هذا العود، هذا قصر أتوقع، قصر كان، ما أدري والله، ما عندنا حد نسأله، لكن أكيد إنه كان قصر. المشكلة يعنبوا هاك اليوم، يوم سرت الرياض الله هيالي هذا ناقة الله وسقياها، لا يعرف شرقه من غربه، كل من سألنا شيء عطانا كل المعلومات غلط، وهني بعد لي وياها باثنينه أولهم مصريين، ما يعرف واحد منهم شرقه من غربه. هي والله هل تشوفونها يسمونها كنيسة بازليك، باننها البارون باشا، وباني بيته بقصر البارون في أول مصر الجديدة، ومسوي لها نفق من بيته لين أبويه الكنيسة، وي أبوي يتعبد في الكنيسة ويصير صبح ومساء. هذا البارون باشا مسوي قصر طوله طول عرض عرض، كان وما زال إلى اليوم قائم موجود في طريق المطار اللي على اليمين واليسار، يشوفه في السير والجاية، يقولون على صحن أو عبارة عن قاعدة دائري يتلف مع مطلع الشمس، تغيب وتلف دور مدار الشمس يقولونه، لكن ما حد يدري هل أن شغالة هاي الماكينة اللي تدور لين اليوم ولا لا، لكن كل حد شي يقول أنا قصر البارون. يا ربي بيجو بيجو، ها لا تقول ما شفتوا البيجو من عقب هاي الغيبة كلها، هذا أبوي البيجو 504، كم عمره، كم عمره هالموتى. حليلة يا البيجو، اي والله بيجو حليل حليلة، سنين ابوي ما حد شاف البيجو هذا. الاول حياة سبيل ابن احمد، سبيل ابن احمد دي من دبي عنده بيجو، سبيل ابن احمد الاول ما يجي ابو ظبي الا معروف ان اللي بيحضر العرس معزوم حياة الشيخ زايد،
من عرفون ان وصل سبي لابن احمد وركب التراتيب وركب الجدور، عرفوا ان العرس هذا بيه حياه الشيخ زايد. نعم. واخر عرس طابخ في حياه سبي لابن احمد في ابو ظبي، عرس شمسه بالدرويش ابن احمد الكتبي. نعم، عرس شمسه بالدرويش، عرس شمسه بالدرويش طابخ سبيل ابن احمد. نعم، وعقبها توفى وياي بالبيجو. هاي شفتوا البيجو هاي اللي توكم شايفين الابيض بهالبيجو ياي، هالنمونه البيجو اللي كان جاي فيه. نعم، المعلومه الاف مؤلف اللي شهدوا عليها. والعرس كان في منطقه الروضه، العرس كان في منطقه الروضه في ابو ظبي، اظني لين الحين اسمها منطقه الروضه، مش هو وعالي عالي بيت عدال بيت قوم بيت حياة درويش بن أحمد، كان بيت قوم صديق مشاهد بيت من الطرف هذا، وبيت قوم بيت قوم بيت العتيبات، بيت قوم العتيبات كان عرس يشار له بالبناء، كان عرس مميز فيه المالد يا أبو الرزيف. هاش العيالة كان مشتركات عيالتين، عيالة القبيسات وعيالة زعاب، مستوي العيالة الرزيف ثلاثة صفوف، عيالة عيالة كانت. أقولكم العام وعام الأول كنت أكل في مطعم اسمه بيت ورد في الزمالك، واليوم ونحن جايين مساعة شفت المبنى هذا، ولأن يوم سألت عنه لأن قالوا هذا بمطعم بيت ورد، بيت ورد في مصر الجديد، لفت انتباهي بالرغم انه ما بيواع، انا بيني وبينكم يوعان، الجماعه اكلوا مساء وايد، انا اكلت على طروف اصابعي في المطعم هاك اللي جيناه، فلذلك ان شاء الله بنشوف المطعم وبنتعشى فيه ان شاء الله. والله زحمه فيه، عالم جميل ما شاء الله، مره على الشارع قطنا نبوي هالطاول الفنان بنتظر طالع سائر والجاي، يعني ما ينكر حال. مطعم بيت ورد اللي في المهندسين، وهذا مطعم بيت ورد اللي في مصر الجديدة، اللي بيي هذا مطعم بيت ورد اللي في مصر الجديدة كل شيء فيه مميز، يستاهل ان الواحد يعنيله. أكل فنان، مطعم لبناني، أنا كلت فيه اللي في المهندسين كلت منه، يا غير هذا أجمل وأكبر وأرقى وأسوى وأرتب وايد جميل. فأنصح اللي بيون مثلا بيتمشون في الكربة وبيتمشون في مصر الجديدة إنهم يظهرون، يعني يكون عشاهم في مطعم باب ورد بيت ورد، مطعم بيت ورد مطعم لبناني مميز، أكله في منتهى الروعة. تقول ما قلنا لكم يرزق ويستاهل، كل شيء عندهم زين. بيرل معرض في حتى الذي، حتى الطيبة، حتى الأناسة، حتى الإبال، حتى السدود، حتى الخضار، حتى الطيب والوقار، هاي هي حتى. يوم يقولون حتى ترى طرت على العرب دبي، من يقطرون دبي أول ما في مخيلتهم حتى ويبالها. معرض بيرل يوجد فيه كنتي أشوف يا حتى. تاريخ 1 و2 و3 بيكون يوم الأربعاء والخميس والجمعة، معرض مميز. المعرض بيكون 3 أيام على 3 ورا بعض، والمعرض مخصص فقط للنساء، كل ما يختص تجهيزات رمضان والعيد كل بتلقطونه موجود طول هالثلاث الأيام. مصممات إماراتيات جايات من جميع أنحاء الإمارات وبيعرضن معروضات كلهم في حتى مدة 3 أيام مثل ما قلنا لكم، وكل مستلزمات السيدة الإماراتية والسيدة الخليجية والمقيمة في الإمارات كله موجود أبوي بتلقطونه في المعرض مدة 3 أيام على 3. لا تنسون من عبي وشيال وكنادير وفساتين
ولبس اطفال كانهن حق اولاد ولا حق بنيات، الفساتين مال العيد مال مناسبات الافراح، الشيء العبي، الاشياء مال الثياب، المخاوير، اللبس المغربي، القفطانات، كل شيء موجود، قفاطين يسمونهن، انا قلت قفطانات، كل واحد الاكسسوارات والدخون والعطورات وكل شيء يخطر في بالكن بتلقى طنه موجود ابوي، بالاخص عند الحتاويات. الحتاويات ما شاء الله عليهم ذوقها الرفيع وراعية الترتيب وراعية ابوي، هندام وعطر وريح ودخون وعسل، كل ما يخطر في بالكم بتلقطون ابوي عند الحتاويات. عدد كبير، عدد كبير من الفتيات وبناتنا الحتاويات بتلقطون هالرواية، حتى ما بمخليات شيء ما بمسوياتنا، كل بيعرض في المعرض هذا. والمعرض ما يخص الا رواية، حتى القرى والمدن الغريبة من حتى يرومن يشاركن، الجريبات من حتى يرومن يشاركن، مدام الحين بيوع المعرض بعد شهر، بعد شهر كامل، للي عندها معروضات تبى تعرض معروضاتها في المعرض هذا تروم ابوي تسير. حطيت لكم انا البوست مال المعرض، تروم تتواصلن ويا هل بالمعرض وبيحجزون كن ابوي بوثات، كن بيسوون الترتيب، وكل حد على حسب الاولويه، اللي تحيد عندها منتوجات وعندها شيء فنان تبى تشارك به في المعرض، المعرض ابوي متى 3 ايام على تلأ. والله الله فيهن ابوي رواعي، حتى دم ولحم وصدقان وجيران واهليه وما نلقط الدور ابوي من ثيابنا ليه علينا، ولا نلقط الدورة من رواعي حتى، هل حتى ناس طيبين ويوال، فالتواصل وياهم زين والمشاركة في معارضهم زينة والاقتناء مقتنياتهم بعد أحسن وأخير. حتى ويات خدمتهم مميزة، نيت للطعام، نيت للريح، نيت للدخون، نيت للأزياء، نيت للإكسسوارات، كل شيء عندهن الحتاويات مميز. الحتاويات بكبرهم مميزات اصلا، اسمها حتاويه، الاسم روحه يخليك ابوي توقف تتلفت. عاد الطلب وخاص موجه ابوي حق هل العاصمه، هل مليح، هل ابو ظبي، على الله يحفظهم. هاي غنيه غاليه على كل حد في الامارات. This is
من كلمات حياة الشيخ زايد أبو خليفة هي على هالجنة. أمان الجنة الباردة على الله غفلنا. هاي يسمون من القصائد الخالدة قصيد حياة أبو خليفة على هالجنة. قصيد حياة الشيخ زايد من القصائد الخالدة. كل قصائده لكن هاي بالنسبة لي أنا لها مكانة خاصة. تصبحون على خير.